اسمع ابني. نعم. بهاي العملية راح نحصل أنا وياك 100,000 دولار. شكد؟ 100,000 دولار. يعني بين 15,000 دينار. أويلي. لك دولار يعني 200 مليون دينار. 200 مليون. إيه. واشتري صوبة. هلا. واشرب مي بارد منها. لك يا صوبة أرقى من الصوبة. اشتري قندرة. أمي تعيد القندرة. هي هاي أحلام الفقير قندرة. ما تريد عيد تحافظ. مو لابس قندرة. لا تغرك هاي. بقيتها من الجامع. اسمع لك. نعم. هاي البوقات السخيفة بعد ما تسويها. أيه. انت هسه مجرم محترف. محترف. راح اخليك تشتري بيت دبل فاليوم. وبيعه. هلا. الله. حتى اشتريك جوعان. لك ابني. نعم. لا تخاف. لا تخاف واهدأ اهدأ. شو اهدأ؟ اني مركبت. 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 لا تخاف. مرتكب. شوف. نعم. هاي العملية. اي. قلت لك اذا تسويها راح نحصل فلوس. ماني خايف. فلوس. تدري انت ذكرتني بايام شبابي؟ شلون؟ ذكرتني باول بوقة بقيتها. ايش بقيت؟ انا اول بوقة بقيتها. سيارة؟ لا. شنو؟ بقيت بيضة. والله بوقة. بس شلت شريف. اي. مو قصدي البوق. بس المعدة خاوية. نعم. جوعان. ما حد يوقفني. قلت لك تاكل يا عالم. اي. جيراننا الله موفقهم. شدهم؟ عندهم قفص مال دجاج. وش سويت؟ بالليل سويت خطه. زين. دارت على السطح. حلو. كسرت القفص جبت البيضه. اي. رحت الغرفه سديت الباب سديت الشبابيك. كانت بارده؟ لا. بالصيف بس بردت. لان شريف بابعت على البيضه قلت ايه راح اكل بيض. بكيت. ليش؟ ضميري انبني. ثاني يوم بابعت على البيضه هم بكيت. ليش؟ ضميري انبني. طلعت هاي؟ شهرين قاعد بالغرفه بابع على البيضه وبشوف ضميري انبني. وبعدين فكرت اكلها ما اكلها. سويت؟ من الجوع. اكلتها بالعافيه وسممت. ليش؟ والبيضه بقيتها بالصيف. اي. فزت سممت معدتي. اليوم مستشفى رحت. الجيران خلف الله عليهم ودوني المستشفى الكرامه. عالجوك؟ طلعت بلا كرامه. ليش؟ بس اول ربع ساعه داروني. اهلا بالاستاذ. الحمد لله على السلامه استاذ. اهلا استاذ. مغني الزاد جبنا لك نمر استاذ. قلت له عمي يا استاذ انا فقير مثلكم. واحد قال لي تقوم ابن الغندره. قام. وسووا؟ شمروني بالشارع. زين. المغني معلق هنا. قلت لا انا لازم اصير. بقيت بوقه كبيره. شو بدك؟ دجاجه. فزتك؟ قلت اخيرا راح اكل دجاج. اي. جبت السكين. اي. قاعد بحا. اي. بكيت. ليش؟ ضميري النبي. نعم على ضميرك. شلون؟ اقصد ليش عنبك؟ مو بوقت الدجاجه؟ اي. في الجهال هالوحدهم. الكتاكيت؟ الكتاكيت. جبتهم؟ جبتهم. عفيت. هم بكيت. ليش؟ وقفت ابوهم. الديج؟ اللي عند الحصان؟ جبتيه؟ رحت للقفص قاعد بالزاوية. مياو. ديش يقول مياو؟ لك نسى أصلي. شارب نص عرقهم كبسة. قلت لك قم. وديتها يم جهالة ومرته. سويت لهم شمل للعائلة والسوق الغزل. والله مسوي لهم شمل. وهنا بدت البوقات الحقيقية. شلون؟ دبيت ضميري الحقيقي وقمت اشتغل بضميري السبير. شلون؟ بقيت تاير. حلو. اولدس. شبح. ارنب. ما خليت حيوان ما بقته. ورده. بعدين اخر بوقه لي قبل لا اسافر لاوروبا. شو بقيت؟ بقيت تاتا هي والركاب من ساحه الطيران. تاتا هي والركاب؟ هي والركاب. شلون؟ وصلت للقناه كان اطلع المسدس. قلت لا اتعرق. كل الركاب يذبون فلوسهم هنا. واحد من الركاب قال لي ابن الكلب احنا لو عندنا فلوس نركب تاتا. وش سويت؟ سويت دفعت لهم الكروه.